حياتي ما اتغيرتش، وانا طول عمري غنيه وبلبس فساتين سعرها غالي وبركب طياره خاصه ومفيش حاجه جدت عليا. الإعلامية أسماء إبراهيم، واللي دايما سؤال الناس حواليها هي جابت كل اللي هي فيه ده منين، والفلوس والعز دول مصدرهم ايه، هي بقى قررت تخرج وترد على كل اللي كان بيتكلم عليها ويقول هي جايبة الحاجات دين دين. تعالوا احكي لكم الحكاية. أسماء إبراهيم بتلبس من اول ما ظهرت كمذيعة فساتين، اقل واحد فيهم بيعدي 400,000 جنيه، وكلها براندات وماركات عالمية وحاجة اخر غنى، يعني ما شاء الله، مش بحسد ولا حاجة. ده غير طبعا المجوهرات والشنط والجزم، دولاب أسماء إبراهيم حاجة كده ولا الخيال. مش بس كده، لا ده كمان ظهرت اكتر من مره بطياره خاصه وبتتفسح بيها. بس طلع بقى ان كل الفلوس دي مش من الاعلام ولا حاجه، ولا فلوس الاعلام هي اللي بقت بيها مذيعه مهمه ولامعه وليها جمهورها فيه هو اللي دخل ليها الفلوس دي كلها. بالعكس، دي طلعت بتركب الطيارات الخاصه من اول ما بدات تنتشر في مصر والشركات بتاعتها تبقى موجوده. المفاجاه ما وقفتش على كده، لا خالص، دي بس اتعرفت انها عندها سوشيال ميديا، انتشرت وبقت بتنزل صور وتعمل فوتو سيشن وكده، انما من زمان جدا وهي بتركبها. حتى الهدوم اللي الناس بتتكلم عليها وقاعدة بتطلع عليها في أرقامها دي عندها من سنين كتيرة قوي يا جماعة، لدرجة ان في عندها فساتين من 3 أو 4 سنين هي بتطلعهم تلبسهم تاني وبيرجعوا موضة عادي. يعني هي مش محدثة فلوس خالص زي ما ناس ما بتقول عليها. ده طبعا كله من فلوس جوزها رجل الأعمال واللي خلفت منه ولادها الاتنين مليكة وآدم، واللي انفصلت عنه فترة واتخطبت في الفترة دي للمطرب موسى، وبعدها رجعت لجوزها وأبو ولادها من تاني. بس أسمى بقى عايشة في تكتم شديد من انها تقول اسمه أو تعرف الناس هو مين، واخده حجتها في الموضوع ده انها مش فنانه يعني علشان تعرف الناس حياتها الشخصيه، وكل واحد حر في حياته. رغم ان اسماء طبعا في نوعيه البرنامج اللي هي بتقدمها ليها منافسين كتير زي بسمه وهبه واميره بدر وغيرهم كتير، الا ان نفسها صافيه تجاه اي حد بينافسها جدا. وشايفه ايه يعني لما يبقى ليها منافسين؟ ما عادي، ما هو محدش بيتفق على حد، والمنافسه حلوه برضه، وكل واحد وليه جمهوره. وليه يعني ازعل من زمايلي؟ ما كل ما الناس تنجح وتبقى مبسوطه يعني ما حد يبص للتاني وخلاص. ايه السلام النفسي ده يا ست اسماء؟ مش بس كده، لا دي كمان كانت عارفه انها في اول ما بدات ما كانتش في المستوى اللي وصلت ليه دلوقتي. قالت فعلا انها اتطورت مع الوقت، بس السر في ايه بقى؟ هي بتجيب ورقه وقلم وتشوف الحلقات حلقه حلقه، وتشوف هي غلطت في ايه ولازم تعدل في ايه الحلقه اللي بعدها، وده علشان ما تغلطش في تاني. علشان كده هي فعلا شايفه ان الناس عندها حق في انها اتطورت في ادائها. وعلى قد ما بقى هي رايقه كده وباصه في ورقتها زي ما بيقولوا، الا انها كياده شويتين برضه، وبتعرف ترد على اللي بيضايقها كويس قوي. ولانها قالت على اللي بينتقدها ما تنجحوا زي واشتغلوا علشان ربنا يكرمكم، كمان طلبتهم انهم يقلدوها ويبطلوا يبصوا في حياه الناس وشغلهم. كمان اسمع عاوزه تبقى نجمه مجالها وبتحط بالطريقه كده على كل المذيعات التانيه، علشان كده دايما بتهتم بلبسها وشكلها وستايلها، ومش عايزه تبقى شبه حد في اي حاجه بتظهر فيها. ما هو حقها برضه بكل الفلوس دي تبقى في حته تانيه غير اي حد في المجال، واللي عنده قدنا يعمل زينا. انتم بقى شايفين ان اسمى ابراهيم ادائها اتطور فعلا وبقت مذيعة شاطرة، ولا الموضوع كله فاشن ولبس؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.